عندنا امرأة جاءتها العادة الشهرية ولم تحرم من الميقات جهلا منها، هل يجوز لها أن تحرم من المنزل أم من التنعيم، وماذا عليها؟ يجب عليها الرجوع إلى الميقات، تحرم من الميقات الذي تعدته، تحرم منه، ترجع إليه وتحرم منه. إن أحرمت من البيت صار عليها فدية ولا يجوز لها هذا، ما دامت أنها لم تحرم ترجع إلى الميقات. وكونها تجاوزت الميقات هذا غلط، الواجب أنها حرمت ولو هي حائض، تحرم وهي حائض، الإحرام لا يتنافى مع الحيض. فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت. نعم.